وحرصاً على إنجاح هذه الشراكة الاستثنائية، اتفق المغرب والإمارات بالفعل على طرق التمويل التي تعد مرحلة أساسية في أي مشروع ناجح. كما اتفق البلدان على إحداث آليات للتنفيذ والتتبع. يضع هذا الإعلان بين البلدين أسس نموذج شامل ومتوازن للتعاون الاقتصادي والاستثماري وفق مقاربة براغماتية وملموسة. بالنسبة للمستثمرين الإماراتيين، فإن المغرب أضحى قطبا اقتصاديا، كما يصرح لنا من أبوظبي جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج. اتفاقية تقريبا هي شاملة في جميع قطاعات الاستثمار، ومن البنية التحتية سواء من القطارات أو من الموانئ أو من المطارات أو القطاع البحري والفلاحي وإلى آخره. حقيقة على المستوى المحلي الإماراتي والمستثمرين الإماراتيين بالخارج تمثل يعني أهمية قصوى، أولا بسبب أن تعطي إشارة حقيقة بثقة القيادتين والحكومتين الرشيدتين بأن هناك اتفاق تام في الرؤى وفي المناخ الاستثماري اليوم في المملكة المغربية يحظى باهتمام سامي من جلالة الملك محمد السادس نصره الله. فحقيقة من بصوت المستثمر الإماراتي أو بصوت المستثمرين الإماراتيين نقول نحن عازمون بضخ استثمارات إضافية. ما استثمرناه حتى الآن في المملكة المغربية وصل تقريبا 20 مليار دولار، ونحن نعتبر الأول عربيا والثاني عالميا من حيث القيمة والكمية الاستثمار التي وصلت إلى التراب المغربي. فنعزم إن شاء الله في الخمس سنوات القادمة بمضاعفة هذا الاستثمار والوصول إلى الأهداف المرجوة التي وضعوا لبناتها بالأمس قيادتي البلدين الرشيدتي، وإن شاء الله يتم تحقيق هذه الأهداف برعاية سامية من القيادتين بالبلدين. من أبوظبي استمعنا لجمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، وقد تحدث لمحمد الغول.